السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل ماسك حلو جدا جدا ومفيد للبشرة، هيشد البشرة وكمان هيفتح بشرتنا كويس جدا وهينعمها ويخليها نضرة وجميلة. الماسك بتاعنا عبارة عن مكونات كلها من البيت، بس صدقيني كل مكون هتحطيه هيفرق معاكي جدا. تعال نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش في الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا، ادعمونا باشتراك ولايك للفيديو. دلوقتي حبايب قلبي هنبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول بدون أي مقدمات. لو استخدمت الوصفة ديت يعني على الأقل مرتين في الأسبوع، صدقيني هتفرق معاكي جدا جدا وهتفتح بشرتك وتخليكي كده ملكة. الوصفة بتاعتنا دي حلوة جدا جدا، وكل المكونات اللي أنا هحطها المكونات دي حلوة جدا وبتفرق معاكي جدا، وكلها مكونات بسيطة من قلب البيت أو من قلب المطبخ بتاعنا. فاحنا مش هنجيب أي حاجة من بره، تمام؟ يعني عسل، ليمون، دي رز، حاجات كلها من البيت. وفي مكون حلو جدا اقولك ركز عليه في كل الماسكات بتاعتك، بجد رهيب وحلو جدا، بيفتح البشرة بطريقة رهيبة. تعال نسمي الله كده ونبدأ في الوصفة بتاعتنا سريعا كده. معايا حبايب قلبي طبق زي ما انتوا شايفين كده، تمام؟ اهو معايا طبق كده فاضي زي ما انتوا شايفين، والمعلقة. هنبدأ بقى نحط المكونات بتاعتنا كده واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ كده حبايب قلبي، أول مكون معانا هو العسل النحل. العسل النحل من الحاجات الحلوة جدا جدا والمفيدة للبشرة، بتدي البشرة نضارة ولمعة ما حصلتش. يبقى أنا هاخد كده معلقة من عسل النحل، تمام؟ معلقة صغيرة كده مش هكتر، تمام؟ عسل النحل حلو جدا جدا في الوصفات، دائما دخليه في كل وصفة عندك، بيشد البشرة وبيديها نضارة غير طبيعية. وكمان هبقى اعمل لك سكراب بالعسل النحل فظيع للبشرة، بيخلصك من كل حاجة في الوش، الكلف والنمش والكلام ده كله والجلد الميت، بيخلصك من ده كله. بنعمله مرة واحدة في الأسبوع، بجد حلو جدا. ان شاء الله في حلقة قدام هعمله لكم ان شاء الله. دلوقتي حبايب قلبي حطيت معلقة من عسل النحل، تمام؟ زي ما انتوا شايفين كده. وكمان هجيب معلقة من الزبادي او اللغورت، تمام؟ معلقة واحدة بالشكل ده، من كل حاجة معلقة واحدة كده زي ما انتوا شايفين، تمام؟ هبدأ اقلب العسل مع الزبادي او اللغورت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الوصفة دي حلوة جدا جدا جدا، ودايما كل مكون تحطيه لازم تقلبي كويس جدا وتمزجيهم مع بعض بالشكل ده، تمام؟ عشان يجيب نتيجة معاكي فعالة. اي نوع زبادي بتحطي معلقة كده على معلقة عسل نحل زي ما انت شايفة كده. بجد الوصفة دي خطيرة جدا جدا وجميلة زي ما انت شايفة كده. هو اهو قلبتهم كده، هاخد نص ليمونة، تمام؟ لو انت بتتحسسي من الليمون هاخد ايه، معلقة واحدة مية ورق، تمام؟ بس الليمون ده بيدي تفتيح غير طبيعي، بجد بيفتح البشرة بطريقة حلوة جدا، تمام؟ هناخد كده بالشكل ده نص ليمونة بس مش اكتر. لو انت بشرتك ما بتتحسسي من الليمون ممكن تحطي ليمونة كاملة، بجد الليمون خطير وحلو جدا للبشرة، وبيفتحها بصورة حلوة جدا، وكمان بينعمها كده ويخليها جميلة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دهوت. انا عايزاكم تجربوا الوصفة ديت وترجعوا تكتبولي في الكومنتات، انتوا بجد هتشكروني عليها، لان الوصفة ديت انا بحبها جدا 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 ودايما بعملها، بتخلي بشرتي نضرة وجميلة، تمام؟ خلاص كده تمام. عندي ده دقيق رز، هاخد منه معلقة برضو صغيرة. دقيق الرز ده حبيب قلبي بينباع عند العطار، بينباع عند العطار يعني مثلا ممكن ايه الكيلو بـ8 جنيه 9 جنيه، بيغيب عندك فترة طويلة جدا، بس انا بحب احطه في الماسكات بتاعتي، بيدي تفتيح حلو جدا جدا، بيفتح البشرة بطريقة حلوة جدا برضو، تمام؟ وكمان معايا هنا دي ردة الخبز، طبعا كلنا عارفينها ردة الخبز دي يا جماعة، اللي هي بتاعت الأفران، العيش البلد اللي احنا بنجيبه بيفردوا الردة ديت ويحطوا العيش البلد عليه، ديت ردة اسمها ردة القمح، تمام؟ بمستخلص يعني بياخدوا الدقيق الابيض ودي بتطلع من الدقيق، تمام؟ برضو بتنباع عند اي واحد كده بيبيع اعلاف والكلام ده هتلاقوها عنده، تمام؟ هاخد معلقه، والرده دي بقى مكون سحر للمسكوت، بجد بجد رهيب جدا جدا للمسكوت.
الردة دي من الحاجات الحلوة جدا جدا، انا بحب ادخلها في ماسكات كتير عندي، حلوة جدا جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط ايه كمان، والوصفة المكون اللي معانا ده مهم جدا، ده يا جماعة بشر برتقال، بشر برتقال مجفف انا عاملاه عندي في البيت. تمام، لو انت ما عندكيش بشر برتقال ممكن تبشري حبة كده من قشر البرتقال، تبشريها كده بالمبشرة بالناحية الناعمة وتحطيها على الوصفة دي، بجد حلو جدا للبشرة. هناخد حبة صغيرين خالص، يعني ربع معلقة بالشكل ده بس، بيفرق معانا جدا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين الماسك بتاعنا بقى عامل ازاي، بجد مكونات كلها طبيعية بس بجد خطيرة، حلوة جدا جدا. خلصنا الماسك بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين كده بجد ماسك خطير جدا، بجد هترجعي تشكريني عليه. دلوقتي احنا غسلنا بشرتنا كويس جدا وبدأنا نشفناها كويس جدا، لازم نغسلها كويس وننضفها قبل ما نحط الخلطه الماسك بتاعنا ده، وافضل نغسلها بميه دافيه تمام عشان تفتح المسام شويه معانا، وكمان بشرتك تستفاد من الماسك اكبر استفاده. تمام، وهنبدأ نفرده على البشرة ونسيبه من ربع ساعة لتلت ساعة على البشرة، وبعدين هنقعد نفركه بشكل دائري، وبعدين نغسل وشنا احنا في الصيف طبعا بمية عادية من الحنفية، وهنبدأ نرطبه بحتة زبدة او زيت جوز الهند او زيت زيتون. هنبدأ نرطب كده بعد ما نحط ده ربع ساعة على بشرتنا ونغسله، هنبدأ نرطب بأي حاجة طبيعية من البيت، وتفرجي بقى على نضارة بشرتك وجمالك وتفتيح رهيب، وحاجة كده تحفة تحفة تحفة، حاجة من الآخر يعني. الوصفة ديت حصريا أول مرة على اليوتيوب يا جماعة، بس هي بجد خطيرة، حلوة جدا جدا جدا، وصفتي أنا شخصيا بجد أنا معتمد عليها، وحلوة جدا جدا ومفيدة. تمام، يا رب النهاردة الفيديو بتاعنا يكون عجبكم ويكون نال رضاكم. أسيبكم برعاية الله وأمنه، مع السلامة.